اهلا بيكم فيديو جيم بلاي جديد على سلسله الفي ار اللي احنا بنعملها. هنعمل سلسله فيديوهات جيم بلاي في ار على بلاي ستيشن وعلى البي سي وعلى كل حاجه. على العموم احنا النهارده معانا على بلاي ستيشن لعبه ايجل فلايت من يوبي سوفت. هنعمل تحدي بيني وبين احمد خالد وبين هاله. جوه اللعبه هنشوف اللعبه فيها تحديات، هنختار منهم تحدي وكل واحد فينا هيعمله مره، واحسن واحد يعمله هيكسب بسكوته. فيلا نبدا. اللعبة عموما فكرتها بسيطة جدا، انك ماشي في ضلمة، انت بتلعب عصفورة او بإيجل، ممكن تبص يمين وشمال، R2 بيسرع L2 بيبطأ، لما بتعمل راسك كده بيلف كده بيلف العكس. فهي لعبة فيها تحديات، انك مثلا ممكن تعدي في دواير او تجمع حاجات او كده. كان في هنا التحدي ده، هو ده اللي احنا هنعمله، ده تحدي سرعة، ده كان لطيف جدا، محدش لسه جاب 3 نجوم فيه. فده التحدي اللي احنا هنعمله دلوقتي عشان نحاول نجيب فيه 3 نجوم. انا هبدا طبعا. ماشي، ستارت سولو. المفروض ان انا احاول اجري بسرعه جوه ممرات او جوه انفاق كده عشان اجيب الثلاث نجوم. انا جبت نجمتين للاسف، فارتو بيسرع عشان اجري بسرعه. والحاجات دي بتسرعني برضو. غزاله تحت الارض، اهلا بيكي، وذئاب وحاجات. ماشي ماشي ماشي. على فكره هيجي قدام حاجات كده يقول لك خش يمين وخش شمال وطرق كتيره، وبتلخبط ومخبط في النص وخلاص. اهو 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 بدانا. طبعا ده شكل الطريق الطويل، مش عارف ليه. حاسس ان انا هخبط في اي لحظه. لحد دلوقتي كويس. خش تحت. معرفش انا عملت ده صح ولا لا، بس انا شكلي دخلت طريق وحش جدا. حاول كام مرة بس اخيرة. ماشي، ربنا يستر بقى في الحتة اللي هي بتطلع طرق غريبة دي، واحد مبقاش عارف يعمل ايه. خش في طريق سهل وخلاص. المرة الجاية خليني فوق عشان تحت بخبط. خليني فوق خليني فوق، مش هنزل تحت، خليني فوق. ثلاث نجوم، ثلاث نجوم ولا لا؟ ثلاث نجوم. انا مش شايف ايدي. طب يا جماعه، دي اول مره العب في ار في حياتي، وصراحه لا كنتش متوقع الموضوع حلو كده. واحنا بنلعب لعبه اسمها ايجل فلايت، وانا بلعب تحدي غير اللي احمد عمرو كان بيلعبه، عشان مش عارف ليه غيرته، بس احنا بنجرب. وانا زي ما انتم شايفين، طب هو انا ليه ما عنديش نجوم فوق؟ هو انا الهدف ان انا اقعد اخش في الكور دي، والار 2 بيسرع وانت مش بتعمل اي حاجه بالدراع، يعني كل حاجه بدماغك. يا لهوي ازاي سريعه كده؟ لا يو كراش يا راجل، ده انا رشقت. طيب نجرب بقى مره على نظافه كده. احنا بنلعب ايجل فلايت، والهدف من الميشن دي ان احنا عصفوره وبنحاول نقعد نخش في الدوائر الكتير دي. وانا مش عارف ليه بقيت باصص بجنبي فجاه، بس هو انت مش بتعمل اي حاجه بالجويستيك، انت بس R2 بيسرع و L2 بيبطئ، وانت كل حاجه بدماغك والنضاره وفي فيل. وانا مش عارف دي احنا في فرنسا صح؟ عشان مش كنت شفت. في حاجه، في ورنينج. لا مش مشكله، في فيل تاني. طب احنا نهدي بقى كده، احنا داخلين بوشنا. اوكي
سرع بقى هنا، سرع يا ابني. ايوه ايوه ماشي. حتى جرافيكس حلوه قوي يعني بالنسبه ل... يعني في ار متهيألي دي جرافيكس وحشه ممكن اكون بحاور ده، بس حاسس ان جرافيكس حلوه يعني. و ايه ده ايه ده فيه اوت اوف بلاي اريا ازاي؟ ايه؟ كده؟ اوكي انا ليه العصفوره بتتعاون مني؟ ايه ده ده اللي اسمه ايه؟ يا جماعه وانا ليه انا كده دماغي هتطرقع؟ عامل ازاي؟ اه لا اه ايه بتاع ده يا جدعان حوار؟ دي اخر واحده؟ انا كده كسبت؟ ثلاث نجوم يا جماعه اول مره، لا من تاني مره الصراحه. لا بس دي حلوه قوي. ايه ده؟ يلا بينا. عامل ايه بقى؟ عامل ايه؟ نسيت نسيت ماشي نسيت 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 ان احنا بنتلت كده مش بنتلت كده. هو بيبص ورا خلاص مش محيط اللي وراه. استنى استنى ايوه بس لا لا لسه مش نسيت 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 ناسيه برضو. اوكي خلاص مش مش افتكرت افتكرت. اهم انتوا مديني واحده صعبه يا جماعه ما بتقولولي نوب. انا عايزه انا عايزه بتاعه المجاري. بتاع دي اللعبه دي بتعمل تماريح. فيل فيل فيل. لا لا عايزين ثلاث نجوم يا لك. ثلاث نجوم هتشوفوها حالا محاولة الأخيرة. مش هتشيل إيدي من السرعة. اتفرجوا على البرو. اهدى 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 بالراحة بالراحة بالراحة. اروح فين اروح فين اروح فين. يا جماعه انتوا مديني ليفل 4 يعني انتوا انتوا لعبت كل السهل انا بلعب واحده صعبه. ده حاجه unfair يعني. ما تضحكوش. اوكي يا حيوان. طب هدوء هدوء هدوء. يا ربي اوه غزالة. انا عاجبني الموسيقى جدا ما حسسيني كده ان في يعني ان في في لا 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 عايزين نجمة يا هلا والنبي. شفتوا انتوا الريفلكس ده؟ شورت ميموري لوس. يا جماعه انتوا مش عارفين اوريدي ان انا دوري يعني انا مش بفتكر حاجه. انا مش عايزه نجمه انا عايزه اعديها. انا بجد مش عايزه نجمه. انا هو بره 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 بره. البتاع ده هيخلص امتى؟ يمين. لا مش شايفه. ماشي اوكي
الموضوع كان صعب بالنسبه لي. انا هكراش شرب ارحمني بليز. اوكي اوكي خلاص قربنا نخلصها. هو انا هلف اللفه دي كم مره؟ انا لو اتخبطت هعيد تاني صح؟ ايوه. نجمه. وبس يا جماعه دي كانت ايجل فلايت على بلاي ستيشن 4. هي بي اس في ار جيم، ولو حابين ان انتوا تشوفوا فيديوهات ثانيه ليها او جيم بلاي ثانيه ليها للمستويات الاصعب من كده بليز اكتبوا لنا تحت في الكومنت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اعملوا لايك اند سبسكرايب. باي.